خسر في الجولة الماضية من أمام الخليج، وبالتالي من الممكن أن يكون السد ضربة زاوية للهلال على يمين برشم. يا سلام، محاولة وتقدم من جانب كانسيلو، عرضية حلوة وفرصة والسقوط، وطارق سلمان مع مترو، طارق سلمان والله فيها شنجة، تلعب الكرة العرضية، محاولة مرت من الجميع، رمية جانبية هلالية، شوف العرضية ولا بشد في هذه اللقطة سقوط، وحكم المباراة يشير إلى رمية جانبية هلالية، كرة هلالية فيها محاولة وليوناردو، حلوة لأكرم عفيف، خطيرة للسد، تصويبه، أخطر اللاعبين أبرزهم نجم السد الدوسري، جميلة وعرضية حلوة، الله، انطلاقة سريعة ومحاولة سدوية عند أكرم عفيف، خطيرة، فرصة وهدف تعادل، هدف سداوي، هدف محمد وعد، أكرم عفيف، خطيرة سدوية والتصويبة الثاني، ننتظر المرتدة، أكرم عفيف تصويبة حلوة وقوية على يمين بونو، تلعب العرضية، محاولة رأسية حلوة، ومترو يريد أن يمر، يا سلام على كرة، يا سلام على لعبة، الثاني رمية جانبية لعبت حلوة، سيرجي يا سلام على كرة، شوف الفنان، شوف الفنان، يا سلام يا سلام يا سلام، والله ضربة جزاء يا حكم، وينتظرون كرة عند كانسيلو، يلعب العرضية كانسيلو، حاول بالرأس من البليهي، يا ساتر كيف تضيع، تبدأ مرمى، ضربة تبدأ مرمى، أخيرا أخيرا من على شوف ما مو قادر يرتقي في هذه اللقطة، والله كان لو يمنع، لو لم يمنع طارق سلمان كان سيسجل، ماذا تريد أن تحتسب؟ لا في الدقائق الأخيرة، عرضية، محاولة، الله الله، ما تزال ما تزال ما تزال ما تزال فرصة للتصويب، ما تزال عند الحمدان، حطها لمترو، تهيأت ورأسية فيها لمسة يد هذه الكرة، وهنا سايس، والله لمسة يد موجودة، لمسة يد موجودة، كيف سقط سايس بهذه، لم يكن في مجال السقوط، سقط حكم المباراة الآن، سقط بحكم المباراة في هذا اللقاء.